عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من كورس التشطيبات من الالف الى الياء في الموسم الثاني. مين فينا ما عناش مرار الصنايعيه الا من رحم ربي؟ الحلقه دي مش بس هتفيد المهندسين او المتخصصين في التشطيبات، لا دي كمان هتفيد اي حد مقبل على تشطيب شقته وعايز يظبط الميزانيه عشان ما تخرمش منه، خصوصا ان لسه في مصاريف تانية كتير زي المهر، الشبكه، العفش والفرش والفرح وخلافه. ربنا يتولانا جميعا. كم تنويه مهم بس قبل ما نسمي ونشطب. اولا الاسعار اللي هقولها النهاردة اسعار تقريبية وتقديرية عشان نفهم الحسابات والدنيا بتمشي ازاي، يعني لو انت بتتفرج على الفيديو ده بعد فترة هتشيل الاسعار اللي انا قلتها النهاردة وهتحط الاسعار السائدة في الوقت اللي انت بتشتغل فيه عشان تطلع لك الارقام مظبوطة. المهم تفهم الطريقة اللي بنحسب بيها باذن الله. تنويه تاني، لو حضرتك مهندس او مسؤول التشطيب هتضيف لطريقة الحساب دي نسبة او هامش الربح بتاعك. ثالثا تنويه مهم، احنا هنحسب النهاردة التكلفة على شقة في حدود 100 متر مكونة من 3 غرف، صالة كبيرة وغرفتين نوم وحمام ومطبخ عشان نبسط المواضيع. اخر تنويه وده بيفرق جدا في الحسابات، لو شقتك في الدور ارضي ولا في دور علوي ده بيفرق جدا جدا في موضوع وفي تكلفة التشوينات. لو انت دور ارضي يبقى الموضوع بسيط جدا، الناس هتنزل الحاجة وتخش على الشقة على طول زي الرمل والاسمنت والبلاط وخلافه. اما لو انت في دور علوي هيبقى في قدامنا حل من الاتنين، لو في امكانية ان انت تركب ونش على الواجهة فاذا ده تكلفته بتوفر عليك كتير جدا من ان الناس تشيل الحاجة وتطلع بيها على السلم. يومية الونش في اليومين دول 1800 جنيه. لا قدر الله لو مش مسموح ان انت تركب ونش على الواجهة فدي بتبقى قصة تانية خالص، هتتحاسب على كل حاجة بالمتر وبالدور. نضرب مثل بسيط بموضوع الرمل، لو الرمل مثلا المتر المكعب بتاعه اليومين دول ب 110 جنيه للمتر وانت عايز تطلعه للدور الاول هتدفع للصناعية 200 جنيه، يعني اكتر من ثمن الرمل نفسه. ندخل بقى على الجد، اول خطوه بتكون ان انت تعمل تخطيط وتصور للشقه هيبقى ازاي والشكل النهائي اللي انت عايزه هيكون ازاي. ممكن التصور ده يكون واضح في دماغك ومعاك كام صوره مثلا من على النت او من تصميمات قديمه وعايز تعمل زيها بالظبط، وبالتالي مش هتصرف فلوس كتير على التخطيط والتصميم وخلافه، واغلب الناس بتعمل كده علشان توفر. ممكن تكون العمليه مش واضحه في دماغك، علشان كده زي ما بنقول انا بفضل ان انت تدي العيش لخبازه وتستعين بمهندس معماري يصمم لك ويرسم لك الشقه مسقط افقي او بلان يفرش لك عليه الشقه بشكل مظبوط، وتقدر بناء على الفرش ده تحدد اماكن فيهاش الكهرباء والتكييفات والتلفزيونات والاجهزه والاجهزه الصحيه وخلافه. دي تكلفتها بتختلف من مهندس للتاني حسب مهارته وشطارته وكفاءته، وحسب برضه شكل اخراج او شكل الاخراج اللي انت طالبه للشغل. ممكن تسمع واحد بيقول لك هاخد منك 200 جنيه، وممكن تسمع واحد تاني بيقول لك هاخد منك 2000 جنيه، فبتختلف من مهندس للتاني، عشان كده هنحط للبند ده في المتوسط 1000 جنيه. لو عايز تعمل حاجه اعلى شويه، يعني تصميم مثلا ثلاثي الابعاد زي اللي في الصوره اللي ظاهره دي، في الحاله دي التكلفه بتكون اعلى بكتير. في مهندسين بيقدروها بالمتر المسطح، في مهندسين بيقدروها بالفراغ. نضرب مثل بسيط، لو الشقه بتاعتك 100 متر والمهندس هياخد منك في المتر 150 جنيه يبقى اذا الشقه دي هتكلفك عشان تصممها كلها 15000 جنيه. لو المهندس بيحسبها بالفراغ، في مثلا مهندس يقول لك الغرفه او الفراغ ب 2000 جنيه وانت عندك 3 غرف وحمام ومطبخ وهتصممهم يبقى انت كده عندك 5 فراغات، 5 في 2000 يبقى انت بتتكلم في حوالي 10000 جنيه وهكذا. ثانيا عملنا التصور سواء من دماغنا او برسومات وتصميمات زي ما اتفقنا، وعايزين بقى نطبقه على الواقع. هتبقى اول خطوه ان احنا نعمل اي تعديل في الحوائط، سواء ان احنا هنهد حوائط قائمه ونلغيها او نبني حوائط جديده او مثلا نفتح المطبخ امريكاني، نفتح شباك او نقفل شباك وهكذا. اغلب الشغل ده بيكون بالمقطوعيه، يعني بيجي الصنايعي يشوفك عايز تعمل ايه، تبني كام حيطه وتعمل مش عارف ايه، ويقول لك مثلا هعمل لك الشغلانه دي ب 500 جنيه، لو هكسر لك او هفتح لك شباك هاخد منك في الشباك 100 جنيه او مثلا 150 جنيه، بتختلف برده من صنايعي للتاني وحسب الفتحه المفروض تتكسر او تتقفل. يعني هنحط البند ده تقريبا حوالي 1000 جنيه اللي هو بند التكسير والتعديلات. عندك كمان لو في تكسير ورطش وانت في دور عالي هتحتاج ان انت تنزل الرطش ده، فلو احنا هنقول مثلا 1000 جنيه لنزول الرطش وتقريبا 500 جنيه لنقل الرطش للمقالب العموميه، يبقى اذا البند ده كده كله على بعضه ممكن نديله 2500 جنيه، كده وصلنا حتى الان ل 12500 جنيه.
ثالثا بعد كده غالبا بيبقى بند عزل الحمامات. في البند ده ناس كتير في الوقت الحالي بتهمله، بس للاسف البند ده مهم جدا 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 لانه بيحميك وبيحمي جارك اللي تحتك كمان. انسب حاجه في الوقت الحالي في السوق اللي هو العزل باستخدام الانسومات. ممكن نقول ان المتر يقف عليك في حوالي 200 جنيه، يعني ممكن الشقه او الحمام كله يتعزل بحوالي 1800 جنيه. ندخل على البند رابعا اللي هو السباكه، ودي بنحدد الاول نوعيه المواسير اللي هنشتغل بيها في التغذيه وفي الصرف. طبعا السعر بيختلف من مصري لتركي الالماني. الالماني اعلى جوده وطبعا اعلى سعر، بس الحقيقه برضو ان المصري دلوقتي ظهر بشكل كويس جدا واثبت كفاءه وبيوفر كتير في التكلفه، وبعض النوعيات المصري كمان بتبقى اعلى من المواسير التركي. هنحط للبند ده 4000 جنيه بضاعه و5000 جنيه مصنعيه، والمصنعيه دي بتتاخد على دفعات كذا دفعه اثناء التشغيل، و500 جنيه بنسيبهم مثلا للاخر لمرحله التشطيب. رابعا ندخل على بند الكهرباء، وده من البنود المكلفه، ولازم تشوف الاول هتشتغل بسلك نوعيته ايه وخراطيم نوعيتها ايه علشان خاطر تقدر تحدد ميزانيتك ماشيه ازاي. ومش دعايه ولا حاجه، معروف ان احسن سلك في السوق دلوقتي هو السويدي، واهم حاجه انه يكون اصلي مش مضروب، لان في نوعيات كتير جدا في السوق مضروبه، وفي نوعيات تانية برضو كويسه ممكن الكهربائي يوصيك بنوع معين وتشتريه، المهم يكون كويس مش مضروب. في نقطه مهمه جدا، لو هتعمل جيبسون بورد لازم تحدد من الاول، لانه بيفرق معاك كتير جدا في طريقه الشغل وفي المصنعيات، لانك بتحتاج تمد خراطيم واسلاك كتير جدا في السقف، وبتيجي في التشطيب كمان بتحتاج تزود سبوتات كتير جدا. فلو مش هتعمل جيبسون بورد ممكن نتكلم في حدود بضاعه 5000 جنيه، لو هتعمل ممكن نتكلم في 8000 جنيه، ومصنعيه الكهربائي هتتراوح من 8000 ل 12000، هناخدها في المتوسط 10000 جنيه. يبقى كده الكهرباء حوالي من 15000 ل 18000 جنيه، هنقول متوسط 17500 جنيه. كده الاجمالي حتى الان 40800، هنقول 41000 للتيسير. خامسا توصيلات التكييف، ودي في ناس كتير بتعملها مدفونه عشان يبقى التكييف في المكان اللي انا عايزه، ويبقى التوصيلات بتاعته كلها مدفونه واحطه بمزاجي، ما بقاش ملزم ان انا احطه جنب الشباك او في ظهر الحيطه الخارجيه، وما بقاش ملزم برضو ان المواسير والصرف بتاعه يبقوا باينين وشكلهم وحش. بند مواسير التكييف بينقسم لكذا حاجه، مواسير الفريون او النحاس اللي بتدي الفريون للتكييف، ومواسير الصرف، وكابلات او اسلاك الكهرباء. احسن مواسير نحاس او فريون في السوق بيسموها اليومين دول الجنوب افريقي، سعرها اليومين دول في حدود 280 جنيه للمتر، يعني ممكن نقول ان البند دوت تقريبا في حدود 5000 جنيه للشقه لو احتاجنا يعني ان احنا نعمل مواسير تكييف مدفونه. السباكه او المواسير الصرف بتاعه التكييفات هتكون محمله في بند السباكه اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وفي بند كمان ممكن نضيفه برضو اللي هو حوامل التكييفات. لو انت مستلم الشقه وحوامل التكييفات مش متركبه بره، فانت بتحتاج تركب حوامل التكييفات 1.5 او 2.4 حصان او حسب الفراغ اللي انت عايزه، والحامل بيبقى في حدود 150 جنيه تقريبا. يعني نحط البند التكييفات ده على بعضه بالحوامل بتاعته حوالي 6500 جنيه. سادسا نتيجة شغل الكهرباء والتكييفات والتكسير والمباني اللي هو الحاجات اللي حصلت كلها قبل كده دي، أصبح عندنا فتحات وأماكن اتسدت وأماكن اتشالت. الأماكن دي كلها بتبقى محتاجة ترميم، الترميم ده بيعمله مبيض المحارة، بيجي يشوف الشغل كله على بعضه كده ويقول لك مثلا هعمله لك في حدود وليكن 500 جنيه. سابعا الأسقف المعلقة، سواء جبسون بورد أو جبس بلدي أو أي نوع من الأنواع التانية المتاحة في السوق دلوقتي. الخطوة دي القرار فيها مهم جدا 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 زي ما قلنا قبل كده، لأنها بتنقلك في التكلفة نقلة جامدة جدا، مش بس عشان تكلفة الجبس في حد ذاته عالية، لا، لأن أنت كمان لو عملت جبس بتحتاج تمد زي ما قلنا خراطيم وسوسة كهرباء، بتحتاج في الآخر تركب سبوتات، وكل سبوت مثلا لو افترضنا أن أنت ركبت 80 سبوت وكل سبوت فيهم 58 جنيه مثلا ولا حاجة، تخيل التكلفة هتتنقل ازاي. مش كده وبس، الجبسون بورد كمان بيحتاج معامله خاصه في النقاشه، مش اي نقاش بيشتغل فيه، والنقاش اللي هيجي يشتغل لو لقاك عامل جبسون بورد كتير هيعلي عليك التكلفه كتير. الجبسون بورد في السوق عباره عن الواح، الراجل بيحاسبك على الالواح اللي جابها لك الشقه، والهالك غالبا انت اللي بتتحمله. فلو افترضنا مثلا ان انت عندك شقه 100 متر، الشقه ال 100 متر دي مثلا ممكن تاخد منك 200 متر جبسون بورد لو انت هتعملها كلها. ال 200 متر دول بتحولهم لالواح وبتتحمل انت الهالك، اللوح بيبقى في حدود 3 متر و60، وبتقسم بقى تشوف ال 200 متر اخدت كام لوح واللوح ثمنه كام دلوقتي في السوق، تطلع لك التكلفة. لو انت هتركب جبسون بورد وده الاكتر شيوعا دلوقتي،
يبقى زي ما قلنا هنحسب بسعر المتر المربع مونة ومصنعية. السعر في المتوسط دلوقتي في السوق 150 جنيه للمتر المسطح، والمقاس مش هندسي، يعني مش بتحسب اللي ركب في السقف بالظبط، لا انت بتحسب الالواح زي ما قلنا قبل كده. الصنايعي بيشوف الرسمه اللي انت بتعملها وبيجيب على قدها الواح، بيتهدر جزء وبيتركب جزء. الجزء المتهدر ده غالبا انت اللي بتشيله، فلو انت عايز توفر شويه في التكلفه يستحسن ان انت تاخد اشكال منتظمه عشان ما يبقاش فيه هدر كبير. هنفترض ان انت اخترت رسومات بسيطه وانت شقتك 100 متر، فهتستهلك 100 متر جبس، وقلنا المتر ب 150 جنيه، يبقى اذا هنحط البند ده في حدود 15000 جنيه. زي ما قلنا هتزيد على حسب الشكل وممكن تقل لو اخترت اشكال بسيطه. طيب لو انت دلوقتي عايز تخفض شويه في التكلفه وعايز توفر في موضوع الجبسون بورد عشان ما ياثرش معاك في الكهرباء وفي الجبس وزي ما قلنا في التشطيب في النقاشه في الاخر، فانت ممكن تعمل حاجه بسيطه اللي هي بيسموها الكرانيش الفيوتك، ودي بتبقى اوفر كتير في التكلفه. ثامنا الابواب الخشبيه. بعض الشقق بتستلمها فيها ابواب، ولو حالتها كويسه بنسيبها زي ما هي وبنشطبها وندهنها وخلاص، لكن غالبا بيبقى مفيش ابواب، وبالتالي بتضطر تعمل باب كامل بالحلق والبرور بتاعه والاكسسوارات كلها. فقدامك كذا حل، اغلاها واحسنها بالنسبه لي انا او من وجهه نظري الابواب المعموله عموله، بتجيب خشب على مزاجك، بتجيب نجار على مزاجك، بتحط القشره اللي انت عايزها وبتعمل كل اللي انت عايزه فيه، بس بيتكلف كتير. هنقول انه في المتوسط ممكن يكلفك 2500 جنيه للباب غير الخردوات والمفصلات والاكسسوارات، يعني ممكن تخش لك في 3000 جنيه. ده لو الشقه زي ما قلنا مثلا اربع غرف، يبقى انت عندك اربع ابواب، يعني بتتكلم في 12000 جنيه لبند الابواب، وحط عليهم باب مصفح في حدود 5000 جنيه، يبقى اجمالي بند الابواب في حدود 17000 جنيه. تاسعا الشبابيك. لو الشبابيك راكبه يبقى خير، لو مش راكبه يبقى هتعملها مثلا الوميتال او خشب، اغلب الناس دلوقتي بتعمل الوميتال. سعر المتر الالوميتال غالي وبيختلف من قطاع لقطاع. متر الالومنيوم في حدود من 800 جنيه ل 1300 جنيه، ده بدايه النظيف، وفي حاجات كمان بتبقى اعلى. يعني ممكن نحط للبند ده لو احنا عندنا في كل اوضه شباك وباب بلكونه، كل باب نقول 4 متر والشباك مثلا 2 متر، يعني نقول الشقه كلها حوالي 15 متر، 15 في 1300 جنيه يكون الاجمالي حوالي 20000 جنيه. عاشرا بند البلاط، وده تقريبا اكتر بند مكلف في الشقه. لو الشقه بتاعتك 100 متر هيبقى فيها بلاط ارضيه بالكامل زائد الوزارات زائد بلاط الحوائط للحمامات والمطبخ. الحسبة كلها بدون تفاصيل ممكن تعمل مثلا 200 متر مربع. البلاط ممكن يبدأ من 40 جنيه للمتر، وفي بلاط ممكن يوصل ل 700 جنيه وأكتر كمان. وممكن تستخدم حاجة زي الرخام مثلا، والرخام بيتفاوت في أسعاره من نوع للتاني. المهم هنقول مثلا إن إحنا عندنا هناخد في المتوسط 100 جنيه للمتر و35 جنيه مصنعية، 20 جنيه مون، بنتكلم في حوالي 155 جنيه بلاط للمتر المربع، نضرب في 200 متر اللي اتكلمنا عنهم، يبقى التكلفة 31000 جنيه. الوزر لو قلنا 50 متر وزر والمتر بتلزق ب 10 جنيه، ادي كمان 500 جنيه، يبقى الاجمالي 31500 جنيه. هنقول 30000 في المتوسط. لو هتبلط السقف، وانا ما انصحش بكده، فتكلفة بلاط السقف بتبقى تقريبا مرة ونص البلاط العادي او مرتين، لانه بيبقى اصعب. البند ال 11 الدهانات. التشطيب التقليدي بدون شغل حجر او ورق حائط او بلاطات، لان كل حاجه من دول بيبقى ليها سعر منفصل على حسب المتر وعلى حسب الخامه وعلى حسب المحل اللي هتشتريها منه، وسهل ان انت تحسبها لوحدك لما تشوف انا محتاج كام متر حجر وسعر المتر بيتكلف كام او هشتريه بكام وهيتلزق بكام، ساعتها انت تقدر تقدرها لوحدك. فاحنا هنركز دلوقتي على شغل الدهانات التقليديه لشقه 100 متر مربع. بتفرق كتير برضو لو فيها جبسون بورد او ما فيهاش. دهانات البلاستيك النظيفة ممكن تكلفك مونة في حدود 10000 جنيه، ومصنعية برضه في حدود 10000 جنيه في المتوسط. لو هتدهن الأبواب أسطر وعندك حوالي 4 أبواب والباب هيكلفك 500 جنيه، يبقى بنتكلم في حوالي 2000 جنيه. 2000 جنيه و20000 قبل كده يبقى 22000 جنيه. 12 كده ألف مبروك، وصلنا للمراحل النهائية. بس برضه ما تفرحش قوي، لان المراحل دي فيها تكلفه وفيها تكات كده بسيطه لازم تخلي بالك منها عشان الميزانيه ما تفتحش منك. بنتكلم عن بند السباكه والكهرباء. السباكه دي اللي هي المحابس والخلاطات والحنفيات والحواض والقعده والبانيو، لو هنركب بانيو خارجي، وفي ناس دلوقتي ما عادتش بتركب بانيو، بقت بتعمل اللي هو بيسموه الشاور بوكس اللي موجود في اغلب الفنادق. بيبقى شكله اظرف وممكن تكلفته تكون هي هيها او بيزيد شويه عشان الازاز السيكوريت.
المهم الحاجات دي على بعضها ممكن تعمل في المتوسط 7000 جنيه، وطبعا بتختلف زي ما قلنا من خامة لخامة. لو احنا جبنا طقم خلاطات ب 2000 جنيه غير واحد ممكن يجيب طقم خلاط ب 10000 جنيه او باكتر كمان. في حد ممكن يجيب قاعدة وحوض كويسين ب 3000 جنيه، وحد برضو ممكن يجيبهم ب 10000 جنيه، وهكذا. فبتختلف من واحد للتاني. وطبعا السباك باقي له 500 جنيه مصنعية اتكلمنا عنهم قبل كده، فمش هنضيفهم تاني دلوقتي. تشطيب الكهرباء بيبقى عبارة عن تشطيب سبوتات وشوش مفاتيح وبرايز وكده، ممكن نتكلم في حدود 20000 جنيه في المتوسط. يبقى كده بند التشطيب في المجمل يعمل له حوالي 27000 جنيه، عشان كده ما تستهترش بيه. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اجمالي المبلغ في المتوسط حوالي 179000 قول 180000 جنيه، وده يعتبر تشطيب لوكس او سوبر لوكس. ممكن يعدي كمان ال 200000 جنيه مرتاح، ولو فوق المتوسط ممكن او متوسط ممكن ينزل شويه ل 150000 جنيه او اقل كمان. بتختلف طبعا لو زي ما قلنا قبل كده الشقه فيها ابواب ولا ما فيهاش، فيها شبابيك ولا ما فيهاش، هتعمل جبسون بورد او مش هتعمل، نوعيه والخامات التشطيب اللي هتستخدمها شكلها ايه. ما تنساش لو انت مهندس او لو انت شغال في المجال ان انت تضيف هامش الربح بتاعك، اللي هو احنا زي ما قلنا النسبة، لو احنا بنتكلم في نسبة في السوق دلوقتي من 10 ل 20%، يبقى انت بتتكلم في ان اجمالي التكلفة هيصبح 198000 جنيه من ال 180000 لو ضربناها في 1.1 تقريبا، او بتعملها زي مقاولة وبتضيف هامش الربح بتاعك لوحده على جنب. اتمنى اكون فدتكم وما طولتش عليكم. اكتبوا لي رايكم واستفساراتكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه، والسلام عليكم.